ويمكن ده كمان اللي هياخدنا في موضوع الشناوي. الشناوي الحمد لله بيتعافى، اضافه قويه للاهلي زي ما احنا عارفين قبل مباراه الوداد، وان شاء الله كمان يمكن اصابه كهربا تكون خفيفه ويكون متواجد مع مباراه الوداد اللي جايه. وطبعا زي ما انتم عارفين ان فريقنا النهارده بيمر بظروف صعبه في ظل الاصابات دي اللي ضربت الفريق حتى لاخر لحظه، يعني